ايه؟ عاوز كم؟ طب استنى استنى، مفيش شبكة، استنى انزل من العلبة دي. قول يا سيدي. اه كده سامعك. ايه؟ 4000 جنيه ليه؟ يا بطارية عربية ألماني؟ خلاص ماشي، اقفل هتصرف. طب أعمل إيه؟ أنا لو قلت الفالنتينو عايز 4000 جنيه هينفخني، ولو عارف إن بطارية العربية باظت هينفخني برضو. مش مهم ال 4000، مش مهم البطارية، مش مهم العربية، ولا حتى ينفخك. الأهم، طب طالما كده كده هتنفخ، أروح أقول له فالنتينو؟ فالنتينو